طيب هنروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا فاروق صلاح ومعاه المدير الفني الكابتن محمد شرف اللي بنقول له الف مبروك وتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن اسامه وبضيفيك الكريمين كابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من ابناء النادي الاهلي، للنادي الاهلي وقت ما بيحتاجه بيكون موجود، احتاجوه فتره في الفريق الاول كان موجود، في قطاع الناشئين بيكون موجود، واحد من ابناء الاهلي المخلصين الكابتن محمد شرف المدير الفني للفريق والمتوج بطلا للبطوله. كابتن شرف ببارك لك، تحياتي الكابتن اسامه، الكابتن حشيش، دكتور احمد ثابت، مجهود كبير على مدار الموسم، النهارده بيكلل بالتتويج والفوز بالبطوله. الحمد لله كله فضل ونعمه من ربنا، بشكركم قناه الاهلي وكابتن اسامه وكابتن حشيش، كل الناس اللي كانت في ظهرنا من اول الموسم، كان في رهان من اول الموسم ان احنا هناخد البطوله، واللعيبه الحمد لله كانوا قد الرهان ده من اول يوم لاخر يوم، بشكرهم على الانضباط والالتزام، وربنا دايما بيدي لكل واحد بيتعب وكل واحد بيجتهد، هم يستحقوها السنه دي. بشكر الجهاز الفني والاداري والطبي، كل الناس كانت على قلب رجل واحد. فترة كنت تعبان، كانوا معايا كل يوم كل تفاصيل الفرقة، الحمد لله ربنا كلل تعبنا وصبرنا عليها كتير. كذا سنة الأمور ما كانتش بتبقى أحسن حاجة، لكن السنة دي تعطلنا كمان كتير، لكن الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا خير. احنا بنحسم في المنافس التقليدي نادي الزمالك في الزمالك، دي حاجة فرحة لوحدها. النهاردة بنشكر فرقة زد على الأداء وعلى الاستقبال وعلى الاحتفال بينا، الحمد لله بطولة ناجحة جدا. أولا أنا عايز أوضح بس للناس إن دي من أحسن البطولات اللي أنا لعبتها في قطاع الناشئين من ساعة ما ابتديت لحد دلوقتي. في خمس فرق بينافسوك، انت مش عارف مين التاني، انت كل اسبوع يجي لك المصري مره، بيجي لك الاسماعيلي مره، سموحه مره، الزمالك مره، زد النهارده تالت بطوله، بطوله قويه جدا، والحمد لله ان احنا حسمناها، وطبعا في ملعب الزمالك. وبشكر جدا خالد بيبو اللي من اول يوم لحد النهارده وهو في ظهر اللعيبه وكان بيراهن عليهم ان هم ان شاء الله ياخدوا البطوله. اتمنى ان المرحلة الثانية تكون إن شاء الله بإذن الله أكبر عدد فيهم نستفيد بيهم إن شاء الله في الدرجة الأولى بإذن الله. كابتن شرف واحد من أبناء النادي الأهلي اللي ما يقدرش يتأخر عن تلبية نداء النادي الأهلي، في أي وقت الكابتن شرف النادي الأهلي بيحتاجه بيكون موجود، وده دايما اللي متعودين عليه من ولاد النادي الأهلي. طبعا ده يعني بيتنا وحياتنا كلها عشناها جوه النادي الأهلي، في اي وقت احنا بنبقى مستمتعين، من قبل ما ابقى اكون اضافه للمكان انا ببقى مستمتع وانا موجود في النادي، الحمد لله كلهم يعني ولادي واخواتي. بشكر كل الناس فتره تعبي، ان انت يمكن كنت موجوده يا فاروق، مستشفى ما كانش بيبقى فيه وقت من كتر الزحمه الناس موجوده، كل ده الحب اللي الواحد بياخده من الشغلانه بتاعتنا علاقته بالناس كلها. بشكر كل الناس اللي جات لي وكانت معايا في الفتره دي، كانت فتره صعبه، كابتن علي ماهر، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصاني، كابتن كشك، كل اخواتي اللي كانوا معايا في الفتره دي، كابتن سيد غريب، كل القطاع كانوا موجودين معايا، وهو ده هو ده بيتك. لما تعبت لقيتهم كلهم في ظهري، اخواتي اللي انا ربنا اكرمني بيهم، الحمد لله فتره جميله وربنا كلل تعبنا ببطوله جميله واجواء جميله. كابتن حشيش بيقول لك مبروك يا شرف، انت حبيب الكل. حبيبي يا كابتن حشيش، كابتني وقدوتي، كان من احسن اللعيبه اللي لعبوا في مركز الليبرو، كابتن اسامه اخويا، وكان دايما تفاصيل يمكن بره الهوا كان على طول معايا الدكتور احمد ثابت. كل يعني الولاد خلي بالك وصل لهم قوي ده، ان الناس في ظهرهم، ان الناس مستنيه منهم كتير، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الامل الثاني ان نشوفهم ان شاء الله باذن الله صف ثاني في ظهر الدرجه الاولى باذن الله. شكرا يا كابتن شرف والتوفيق باذن الله، ودايما نبارك لك في البطولات. حبيبي حبيبي، شكرا. كلمة أعتقد من القلب يا كابتن أسامة مهمة جدا، إن بيتي كان في ظهري في وقت الشدة، هو ده اللي متعودين عليه من النادي الأهلي ومن ولاد النادي الأهلي. مليون مبروك للكابتن محمد شرف والجهاز الفني واللاعبين، ومستمرين معاك يا كابتن أسامة طبعا في تغطيتنا لتتويج فريق النادي الأهلي مواليد 2003 بطل لبطولة الجمهورية هذا الموسم.